الركن السادس من أركان الإيمان، الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ نعم. بقدرنا بالله السنة بالله فرد ما من دنو. الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب، أربع درجات. الله سبحانه وتعالى والسنة فرد ما من أراد ما زناد له. الدرجة الأولى. يا مجمر يا درجة. العلم، ما هو العلم؟ ما أن تؤمن أن الله علم كل شيء. لنوطنوا أن الله سبحانه وتعالى هو الدنيا قائد. لا يخفى عليه شيء. كسو عند من أجر مسور بدن جيل لبرنا. الثاني الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. خلتني ودرجة بمتعفو الله سبحانه وتعالى كلام عز وجل انديتف استوم الكلام مكنا ونقول اندت عفما من اللبن. الثالث المشيئة، نقول نحن بإذن الله بعد الدرس نصلي صلاة المغرب، شاء الله أن نصلي صلاة المغرب صلينا، شاء الله أن لا نصلي والله لا يمكن أن نصلي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صوتنا بالله فكر مكنا ورنا الله فكر كالونا كل من أجد تمغري أو صلاة درسل الله شتوت كونا كال شاقن أندرسل. الرابع الخلق، ما معنى الخلق؟ أنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة. أردتنا ودمو ما سجنيتو بذيهم لنا منه إيهم تقدروا كاتكا. ماذا أصنع؟ من دنو مفتروا معلت من دنو مسروا. أؤمن بهذه المراتب الأربعة بأن ذي أردت وتشين أكنا وأموال تنسنا منه يقدر معلت. أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة لا من أهل النار. لنا منه الله سبحانه وتعالى مطنا لن يجن السوج لنهر ومرطنا البنلا لنا منه يساسو لنه. وأعمل بهذا بعمل أهل السعادة ولا أعمل بعمل أهل الشقاء، نسأل العافية والسلامة. إذا وين يدلن وتنسر على انسر عنه وين يمطو يا دلائل توجد سرعا سرعا لأن الله يطبق عن النار. وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني من أهل الجنة ولا يجعلني من أهل النار. الله عندمو طبقا بلان لنلمنا الله لنلمنونه يجنة سرعا كمي ساروت اندي أدرقان اندي طبقا ندمو يجهنم سرعا كمي ساروت. إيمان ما منه وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى بالله طروطر الطريق لنورننا وعمل إذا مسراتنا وخوف مسرات ملين وراننا ودعاء دعاء من النار لنا. بعض الناس هدانا الله إياه كافي والسواج الله طوب من قد مراتنا يشرب الخمر لا يتطال وتقول له اتق الله كيف تشرب الخمر وأنت مسلم؟ أنت مسلم له انديات عسكري تطال لسيروت يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. الله بيشاو نورو هل تتعمل بربلو بكرر يا معنى إنما أشرب بقضاء الله، هذا أمر كتب الله سبحانه وتعالى عليه. متتوقب الله كررنو الله تفبني بلو بكرر ويكرر. ماذا تصنع مع هذا؟ اندذي هال لو تمواجهش قراء من دنو مرسل تضرب حتى يغمى عليه ثم توالى فين تستنيهون درس فإذا أفاق يا عندقنا يا انسران رانا يتملس كده وقال لماذا تضرب؟ لا منه مثل ما تعين بلا سلف تقول كتب الله نضربك ماذا أصنع؟ الله أنت عندما تعطف والدين وبلا من لبالك اقتنع تبقى كذي كمكو اتركه طوه تمد لم يقتنع تعال تبقى ايه تعال بكو تضرب الثانية واتنيا بكو حتى يغمى علي عون فين تستني ولا جزس لا تضرب أحد عندي صوت انت نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم أنه لابد المرء يختار طريق السعادة طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق السلف يا سلف وچن من قد يا نبي ياتشن من قد لمرت يقبال الجهون بثمتهم لما استمع لها لو جنب وچن لماذا تختار طريق الضلال لمن دلنا ويتميت من قد أمت مرت رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
عند لبا ودع عمر بن الخطاب تكسو قربا رضي الله عنه فأمر عمر رضي الله عنه بالشرع أن تقطع يده عمر بن الخطاب اجند قرط عزز اعترض هذا السارق على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إيه لبا بعمر بن الخطاب لا يتقاوم قربا وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله أنت يا مؤمن وتعزاج أن يكون يسرقه بالله والسانينا وفرد ربينا أتلومني على شيء كتب الله عليه كتب الله أن يسرق الله أن يسرق بوستنا بلعين ينتوق سنع له بلو تقاوى قال له عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب بلواله ونحن كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع هذا أمر كتبه الله إنهم يريبان الجند أنك ورطة الله تفب النال عندي تلنا لهلنك ورطة وصنا وبهجال كيف تلومن على شيء كتبه الله الله بوصنا وبقدر عندي تانت الجهبة مقرأة تفرد لماذا في الدنيا تختار أعلى الوظائف وأحسن الأشياء وفي الآخرة لا تختار هذا لماذا لمنو بالدنيا للدنيا إهنيون ستمرت لآخرة يعني يا المرة لمن دينه